بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل حديث لعن الله النامصة والمتنمصة حديث صحيح وما معناه؟ نعم، حديث صحيح لا شك فيه، ومعناه النامصة التي تزيل شعر الحواجب، تزيل شعر حواجبها إما بالقص وإما بالنتف وإما بالحلق وإما باستعمال الأشياء التي تزيل الشعر، هذه هي النامصة. والمتنمصة التي تطلب من يفعل ذلك بها، تطلب من يزيل شعر حاجبيها، هذه هي المتنمصة الطالبة للنمص. كلاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المغيرة لخلق الله التي تعهد الشيطان أن يأمر بني آدم أن يغيروا خلق الله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالنمص من تغيير خلق الله، ومن فعلته فهي ملعونة.